بهالعيد المبارك اللي بينعاد علينا كل سنة، متذكر طبعا انتصار الموت على الحياة، الخير على الشر، الحب على الحقد والكراهية. بالطبع قيامة سيدنا يسوع المسيح من بين الأموات حدث بالتاريخ مرة واحدة، ولكن يعاد تذكاره كل سنة بهالأيام المباركة، وتعطينا أكثر قوة وشجاعة وصمود تجاه كل ما يحيط فينا من ضيقة، من ألم، من صعوبات واضطهاد، وخاصة نحن اللي عايشين بسوريا بعد السنوات الطويلة، سنوات العجاف اللي عشناها ضمن الحرب الظالمة، الحرب الكونية على بلدنا. اليوم بنشهد انتصارات، بنشهد أفراح، بنشهد حرية جديدة عم يجهزنا إياها إلهنا المحب للبشر حتى ننعم من جديد بالأمن والسلام. الرسالة اللي دائما طلعت من هالأرض المباركة، أرض سوريا. بهالمناسبة إذن المباركة من عايد قياداتنا الروحية والسياسية، وعلى رأسهم سيادة الدكتور رئيسنا المحبوب بشار الأسد، وبندعي له بالتوفيق والقوة والشجاعة دائما حتى يقدر يصمد ويقدم كل خير لهالبلد. بالطبع بندعي أيضا للحكومة الرشيدة، ندعي لمجلس الشعب، لكل مين عم يتعب ويقدم كل خير لأبناء سوريا المباركين. بالطبع الشيء اللي عم نشهده مؤخرا من شهر حتى اليوم في بلدنا من خلال كورونا والفيروس والشيء اللي عم يشهده كل العالم هو شيء مؤلم، شيء بحاجة اليوم نتصدى له بالوعي قبل ما نتصدى له بالحماسة. هاي المقاعد الموجودة كانت تمتلئ بهالأسبوع بالمصلين والمؤمنين والحجاج لبيوت الله حتى يصلوا ويطلبوا من الله، ولكن هالأيام بدها مثل ما ذكرت وعي حتى ما نتهور، وحتى نكون كلياتنا خايفين على بعض، ما نعدي بعض. نعرف أنه واحد ممكن يأثر ويعدي آلاف من الناس، لهيك نحن مع محبتنا لأبنائنا، محبتنا لوجودهم في بيوت الله، ولكن أمانتنا لله وللناس اللي عم نخدمهم طلبت علينا أنه نتجاوب مع الدعوة اللجنة الخاصة بالتصدي لفيروس كورونا، وندعو الناس أن ما يجوا على الكنائس، بالعكس أنه يتابعوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ندعو لله أنه هالأيام تكون قصيرة، ونشكره على أنه الإصابات ببلدنا قليلة نسبة لدول أخرى حتى مجاورة لسوريا، وهذا هي نعمة من ربنا ورحمة ومحبة لنا لأبناء سوريا، نشكره دائما على هالشي. وندعي لكل العالم القريب والبعيد بالخير والسلام، ودائما أنه تنقضى هالأيام علينا بأقل المصائب والشرور.